تلعب حملات التبرع بالدم داخل المساجد دورا حيويا في تعزيز مخزون الدم خلال شهر رمضان. عشرات المصلين هنا بمسجد الثريا بطنجة اختاروا أن يكونوا جزءا من هذا العمل الإنساني الذي يساهم في إغاثة المرضى والمصابين المحتاجين لهذه المادة الحيوية في إطار حملة نظمها المركز الجهوي لتحقن الدم بطنجة تحت شعار التبرع بالدم صدقة، وبشراكة مع الإدارة الجهوية لمؤسسة محمد السادس للقيمين الدينيين وبمساهمة عدد مهم من عناصر الهلال الأحمر. الحمد لله الحملات مستمرة طيلة شهر رمضان، كانت واجدوا بمساجد بعض المساجد مدينة طنجة دونك بعد صلاة العشاء. الإقبال تبارك الله موجود، دونك هذا الشيء كله من أجل رفع أكياس الدم بالمدينة، ومن هذا الصدد يعني كان نشدوا سكان مدينة طنجة يتوافدوا على المساجد اللي داخلين في البرمجة اللي كنلقاوها في السيت ديال المركز الوطني لتحقن الدم، يعني كيكون عندنا البلانين ديجا كاين الناس اللي تحقوا بهذا المساجد من أجل التبرع بالدم ومن أجل مصلحة ديال المرضى. هذه الحملة شهدت مشاركة واسعة من المصلين الذين انخرطوا بشكل فعال في هذه العملية النبيلة وأعربوا عن سعادتهم بالمشاركة في هذه الحملة التي تعد فرصة للمساهمة في إنقاذ حياة المرضى. كندعو الساكنة طنجة من أجل التبرع بالدم، أن نقطة الدم الواحدة يمكن تغني آلاف الناس اللي محتاجينها، ويعني الصدقة في هذه العواشر هذه من أحسن ما كاين من الذي يتبرع بالدم. صراحة فرحانة بزاف حيت كنتبرع بالدم وكنشجع الناس كاملين تاهما يتبرعوا بالدم، وراه بزاف الناس خوتنا خصهم تاهما الدم. الناس كاملين خصهم يساهموا بهذه المبادرة هذه يتبرعوا بالدم، لأن ما يخسر حتى شي حاجة وكيأدي أجر كبير عند الله سبحانه وتعالى، فهمتي؟ وتعد هذه الحملات في شهر رمضان من أهم الحملات الإنسانية التي تهدف إلى تعزيز مخزون الدم في المستشفيات والمراكز الصحية، والتي تمكن من تلبية احتياجات المرضى سواء منهم من يعانون من فقر الدم أو سوء التغذية أو الأمراض الناتجة عن فشل الأعضاء أو الحوادث الحادة.